نرى أنه من نقائص تحرك 14 جانفي هو غياب القيادة السياسية اللي تنطق ربما بجمل سياسية حاسمة وتقدم خريطة طريق واضحة لجمهور متعطش ويتساءل عن تأخر الحسم في هذا الانقلاب الرث اللي كنت تصفيه بالرث. هو صحيح، معنا علينا أن نقف وقف التقييم حقيقي أمام القوى السياسية المعارضة للانقلاب وعجزها أولا على أنها تنجز التئامها أو التقاءها الديمقراطي الواسع على رؤية مشتركة لكيفية إغلاق قوس الانقلاب، أولا أن تقدم عرضا سياسيا موحدا لجماهير الشعب التونسي اللي هي نفسها بدأت تعيش حالة من الضيق وحالة من الضنك وحالة من الاحتقان في مواجهة هذا الانقلاب الذي لم يقدم إنجازات اجتماعية واقتصادية. فالحركة الديمقراطية وإن نجحت على امتداد عام ونصف في أن تثبت بأن هناك شارع ديمقراطي، هناك نخبة سياسية، هناك طبقة سياسية قادرة على أن تدافع على مكاسب الانتقال الديمقراطي، إلا أن هذه الطبقة السياسية لحد الآن فعلا عجزت على أنها تخاطب الشعب برؤية وبتصور وببديل ربما تقيم فيه نفسها، تقيم عشرية الانتقال، تبحث على أشكال التسوية التاريخية فيما بينها حتى لا يصبح أو لا تصبح الحجة التي تقول بأنكم تريدون إرجاعنا ليوم 24 جويلية وهم يقصدون ربما يعني حالة الانقسام السياسي، حالة الصراع السياسي، حالة التناحر ربما السياسي بين الأطراف والأحزاب دون أن تهتم بالإنجاز الاجتماعي والاقتصادي. هذا تساؤل، هذا تخوف، هذا توجس شعبي لابد من الإجابة عنه. الإجابة عنه تكون بابتداع القدرة على أن نخاطب هذا الشعب بالصراحة التي يجب وبالعمق الذي يجب وبالقدرة على صياغة البرنامج المرحلي والبرنامج الاستراتيجي وتقديم ما يسمى بالبديل. يجب أن تقول هذه الطبقة السياسية الآن بوضوح، انظروا عام ونصف من الاستبداد ومن الحكم الفردي ومن تجميع السلطات لم يستطع أن يحل مشكلاتكم الاجتماعية والاقتصادية التي كرهتم أو قاطعتم أو لم تساندوا من أجلها الديمقراطية. صحيح أن عشرية كاملة ربما أقنعكم فيها البعض بأنه لم تتحقق أي إنجازات اجتماعية واقتصادية، إذن هذه الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية ستتحقق عندما يغلق قوس الثورة وعندما يغلق قوس الانتقال الديمقراطي وعندما يستلم الحكم مستبد عادل مستبد مستنير. انظروا، هذا لم يتحقق الآن، وها نحن ربما كطبقة سياسية نجدد رؤيتنا ونصوغ بدائلنا ونجدد خطابنا ونجدد كوادرنا لنقول لكم بأن ما لم نستطع إنجازه بالديمقراطية لا يمكن، يستحيل أن نجد.